ما هو أفضل حل لإزالة الكرش؟ تمارين البطن، شفط البطن، المشي، الجري والرياضة، لبس مشد البطن، مراجعة طبيب، حقن ميزوثيرابي، ماء دافئ عالريق، عدم النوم بعد الأكل، شرب الماء بكثرة، الحمية، تقليل الدهون المقليات، تقليل النشويات مثل الرز والخبز، ترك الغازيات والحلويات والمطاعم السريعة، وأخيرا ليمون وكمون وشاي أخضر وزنجبيل.